السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. في درسنا هذا سنقوم بإنشاء نموذج لإضافة يوزر جديد، وبشكل مشابه جدا لما قمنا به في إيديت يوزر. بداية سنقوم باستخدام نفس الفورم الذي قمنا بإنشائه، نفس هذا الكومبوننت يوزرز فورم. فهنا إذا لدينا هنا add new user، إذا هنا لا يوجد الحاجة لتحديد يوزر جديد. إذا لدينا هنا on submit سأقوم بكتابة، إذا هنا لدينا add user، وفي الـ initial values سأقوم بتمرير object فارغ، لدينا name فارغ و email فارغ أيضا بهذا الشكل. الآن هنا add user هي method سنحتاج لتعريفها أيضا بشكل مشابه لهنا. إذا لدينا add user، وفي هنا في الـ API إذا لدينا add user، سنحتاج لكتابة post هنا، ولا يوجد ID، إذا أيضا هنا لا يوجد داعي لـ ID. لدينا إذا values سيتم إرسالها عن طريق method البوست http method post، طبعا بناء على التوثيق الخاص ب json place holder. الآن في حال انتقلنا ل add user، هنا add user سنحتاج لتعريفها، فسنكتب هنا add user، لدينا values التي ستصلنا، وسنقوم باستدعاء values، او عفوا سنقوم باستدعاء add user التي قمنا بتعريفها في الأعلى وإرسال لها في الـ API عفوا. وسنقوم بكتابة .zen بشكل مشابه هنا، لدينا success، في حال الفشل نطبع رسالة مثلا حدث خطأ غير معروف. الآن سننتقل للمتصفح لتجربة ما قمنا به، إذا تحديث، لدينا هنا الآن add new user، في الكونسول لا يوجد أي errors، في حال قمنا بتعريف إذا تيست اسنان مثلا وضغطنا على send، اذا success تم بنجاح حفظ اليوزر الجديد وبدون اي مشكلة. طبعا بامكاننا تعريف هنا قاعدة تحقق جديدة في الفورم، فمثلا نقوم بكتابة هنا دوت ايميل بهذا الشكل. فالان في حال قمنا بكتابة تيست اسنان هكذا، نلاحظ إذن إيميل must be a valid email، فسنحتاج لإصلاحها بهذا الشكل ثم الضغط على إرسال. إذن success. إذن كما نلاحظ استفدنا من users form وتمكننا من استخدامه في الـ add وفي الـ edit. وبهذا الشكل إذن نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، وهذا المثال الذي نعمل عليه أيضا انتهى. قمنا بإنشاء crowd كامل بشكل ناجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.